السلام عليكم. إن شاء الله هنكمل المراجعة النهائية للصف الثاني ثانوي ترم أول فيزياء، طبعا من كتاب نيوتن المراجعة النهائية. إحنا دلوقتي هنحل الامتحان رقم 5، وأذكركم إن مجموعة من المدرسين من ضمنها معد الكتاب نفسه الأستاذ يحيى محمد عبد السلام هنتعاون في حل الكتاب ده عشان نحله في وقت قليل، وإن شاء الله هتلاقي القائمة موجودة على القناة، تقدر تتابع الفيديوهات من خلال قائمة امتحانات كتاب نيوتن للصف الثاني الثانوي. يلا نبدأ حل السؤال الأول. بيقول لك جسم يتحرك حركة توافقية بسيطة على جانبي موضع اتزان، موضع اتزان ده O، فيكون زمن تحرك الجسم من L ل O، إيه علاقته بزمن تحرك من M ل M؟ أكبر ولا أقل ولا يساوي؟ طيب تعالوا كده نشوف النقطة L دي في منتصف المسافة، يعني المسافة دي قد دي، وهنا برضو النقطة M في منتصف المسافة، يعني المسافة دي قد دي، فتبقى المسافة ده اهي قد المسافة دي، ماشي؟ يبقى هما قد بعض في المسافات. بقى أنا مش هقدر أكتب يساوي لأنه مش بيسألني عن المسافة، ده هو بيسألني عن الأزمنة، والأزمنة والمسافة موجودة في قانون السرعة، السرعة بتساوي مسافة على الزمن. فلما تكون المسافات دي متساوية أو ثابتة هيبقى العلاقة اللي بين السرعة والزمن علاقة عكسية، فانتوا عارفين إن سرعة البندول بتبقى أقصى قيمة هنا، ففي المرحلة دي بتبقى السرعة هنا كبيرة، يبقى هنا سرعة كبيرة، أما هنا بيبقى رايح عند أقصى إزاحة، فالسرعة بتاعته بتبدأ تنتهي تقل تقل لغاية ما توصل لإن تبقى صفر، يبقى المرحلة دي بيتكلم فيها عن سرعة عن في صغيرة. واحنا اتفقنا بين السرعة والزمن اللي بيسألني عنه علاقة عكسية، فهنا عشان سرعة كبيرة يبقى تي صغيرة، وهنا عشان سرعة صغيرة يبقى تي كبيرة، يبقى الزمن من هنا لهنا هيبقى أقل من، يبقى ده زمنه، زمن من L لO هيبقى أقل من الزمن من M لN، وبالتالي الاختيار الصحيح هيكون رقم ب. السؤال اللي بعده، ثلاث موجات، موجة K اللي هي باللون الأحمر، و L اللي هي باللون الأزرق، والM اللي هي باللون الأخضر، بتنتشر في وسط ماء بواسطة مصادر تعمل بأزمنة دورية، يعني TK وTL وTM، فعايز أشوف العلاقة بين الأزمنة الدورية للموجات. تمام، تعالوا كده نتعامل الأول مع الموجة K. طيب من هنا لحد هنا، بص كده، دي كده موجة كاملة، فبالتالي زمانها هنا هيبقى زمن دوري. طب تعالوا نتعامل على إن المربع واحد، يبقى هنا واحد اتنين تلاتة أربعة، يبقى الزمن الدوري لكي عبارة عن أربعة. طيب نروح للموجة اللي باللون الأزرق، نشاور على موجة كاملة، أدي نص ونص كمان أهو، أدي كده موجة كاملة بالأزرق. طب تعالوا نشوف زمانها، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة، يبقى الزمن الدوري لL اربعة هي كمان. اما اللي باللون الاخضر مش قادرين نشوف له موجة كاملة، فاحنا ممكن نشوف له ربع، ده كده ربع، ده من هنا لهنا ربع. طيب الربع ده انشغل على زمن قد ايه؟ مربعين. طيب يبقى النص هيبقى اربع مربعات، يبقى الزمن الدوري هيبقى تمانية، يبقى تي بالنسبة لM هتبقى 8، يبقى كده معناه إن الزمن الدوري لM هيبقى أكبر من الزمن الدوري لL، وده هيساوي الزمن الدوري لK. تعالوا نشوف الإجابة دي موجودة فين. رقم ج، الزمن الدوري لM أكبر من الزمن الدوري لK، والزمن الدوري لK بيساوي الزمن الدوري لL، يبقى الإجابة الصحيحة هتكون رقم ج. تعالوا نشوف السؤال اللي بعده، أي الأشكال البيانية التالية يعبر عن العلاقة بين التردد والزمن الدوري؟ تمام، التردد والزمن الدوري علاقة عكسية، العلاقة العكسية دي اسمها علاقة عكسية، دي علاقة عكسية، دي علاقة تناقصية، دي علاقة طردية، اكتب على كل علاقة اسمها، دي كده طردية، دي تناقصية، دي عكسية، ودي عكسية. لو أنا هرسم العلاقة اللي بين التردد والزمن الدوري هتبقى علاقة عكسية، لكن لو بين التردد ومقلوب الزمن الدوري هتبقى علاقة طردية، والزاوية اللي هنا 45 لأن الميل هيكون بواحد. تمام، طيب أنا هختار أنهي واحدة في دول،
دي مرفوضة. ليه؟ ما احنا لسه بنقول انها تبقى علاقة طردية مع المقلوب، بس دي مش 45، دي 30. طيب دي مرفوضة لانها علاقة تناقصية مش عايزينها. طب دي علاقة عكسية، دي صح. هنا مع مقلوب الزمن الدوري المفروض تبقى طردية وزاوية 45، فدي غلط. يبقى الإجابة الصحيحة هتكون رقم السؤال اللي بعده، أي مما يلي يساوي حاصل ضرب التردد في زمن حدوث الموجات. تمام، أولا التردد والزمن بيرتبطوا بعلاقة عبارة عن التردد بيساوي إن على تي. تمام، لو أنا قلت دي أكنها على واحد وهضرب بقى طرفين فاصلتين، يبقى نيو في تي هيساوي إن. يبقى حاصل ضرب التردد في زمن الحدوث الموجات هيساوي عدد الموجات، فتبقى الإجابة الصحيحة رقم ج. السؤال اللي بعده، بندول بسيط يستغرق 0.1 ثانية للحركة من موضع اتزانه لأقصى إزاحة. الزمن ده زمن إيه؟ زمن الساعة. ليه قلت زمن الساعة؟ ما هو الحركة من موضع الاتزان لأقصى إزاحة دي كده الساعة. يبقى أنا معايا التي إيه زمن الساعة ب0.1، أقدر أجيب منها زمن الدوري. الزمن الدوري بيساوي 4 تي إيه، 4 من زمن الساعة. يبقى 0.1 ب0.4 ثانية. طيب ينفع يكون التردد بقى قيمته كام؟ ما دام حصلت على الزمن الدوري، ما انت عندك التردد عبارة عن 1 على تي. يبقى 1/4 هتساوي 2.5 هرتز، فتبقى الإجابة الصحيحة هتكون رقم ب. السؤال بعده، عندما يزداد عدد الدورات التي يحدثها الجسم في الثانية الواحدة إلى 3 أمثال فإن الزمن الدوري. خلي بالك من كلمة في الثانية الواحدة، يبقى هو ثبت لك الزمن على 1 ثانية. لو ما كانش الثانية الواحدة دي كنت أنا قلت الزمن الدوري لا يتغير، لكن كلمة الثانية الواحدة دي أنت عندك الزمن الدوري بيساوي التي على الان، فأنت هتتعامل مع إن الزمن دون ثابت. تمام، فأنت العلاقة اللي بين التي والان ساعتها هتبقى علاقة عكسية، ودي في حالة واحدة لو أنا هثبت الزمن الكل. طيب فلما يزداد عدد الدورات لثلاث أمثال يبقى ساعتها الزمن الدوري هيقل للثلث، يعني الاختيار الصحيح هيكون رقم ب. السؤال اللي بعده، ثقل بندول يتحرك حركة أفقية بسيطة تكون الإزاحة أكبر ما يمكن فين؟ الإزاحة أكبر ما يمكن، تعالوا نشوف كده البندول أهو، هنا الإزاحة أكبر ما يمكن في المكان ده، كده أكبر إزاحة عند هنا الموضع ده. طيب الإزاحة أكبر ما يمكن عندما تكون طاقة الوضع بصفر، لا هنا طاقة الوضع بقيمة عظمى. طيب لما تكون السرعة بصفر، أيوة دي صح، هنا السرعة بصفر. طيب السرعة أقصى ما يمكن، لا ده السرعة أقصى ما يمكن هنا مش عند الأقصى إزاحة. طيب هنقول طاقة الحركة أقصى ما يمكن، يبقى احنا بنقول هنا السرعة بصفر مش، وبالتالي طاقة الحركة بصفر، لكن طاقة الوضع قيمة عظمى. يبقى مين في الإجابة دول صح؟ هي رقم ب السرعة. السؤال اللي بعده، النسبة بين زمن، خلي بالك من الكلمة دي، اوعى تجري على سماع الرعد إلى رؤية البرق وتتكلم عن السرعة. هو هنا زمن، هو بيقارن بالنسبة للزمن أو النسبة بين الزمن. طيب ما انت عندك الصوت كسرعة يعتبر سرعة قليلة، انت عارف سرعة الصوت 340، لكن البرق ده ضوء سرعته 3.8، يبقى هنا كفي تعتبر صغيرة وهنا الضوء سرعة كبيرة. طيب أنا كده وصفت السرعة، لكن هو عايز الزمن. ماشي، الزمن بين السرعة والزمن علاقة عكسية، السرعة والزمن علاقة عكسية، فالسرعة الصغيرة يبقى زمن هنا كبير، وهنا العكس يبقى هنا زمن صغير، يبقى دي على دي هتبقى أكبر من الواحد الصحيح كزمن. السؤال رقم 9، في حصة التربية الرياضية اصطف 30 طالب واحد تلو الآخر خلف بعضهما، بدأ المعلم ينادي على بعض الطلاب، علي في بداية الصف، محمد في المنتصف، عمر في نهاية الصف. تخيل نفسك مكان علي ومكان محمد ومكان عمر، فمين اللي هيسمع الصوت بحس عالي؟
اكيد اللي في المقدمة اللي هو علي، وبعدين محمد في منتصف ممكن يوصل له الصوت اقل منه في الشدة، بس هيبقى افضل ما هيوصل لعمر اللي في نهاية الصف. الشكل البياني يوضح شدة الموجات التي سمعها الطلاب. اختر من الجدول ما يناسب الموجات التي سمعها الطلاب. طبعا الشدة تتناسب مع مربع الساعة، فاللي عنده سعة اكبر هو شدته اكبر. فكملنا علي في اول الصف فهو هيسمع الصوت بشدة عالية، وبالتالي اكبر ساعة هنا 2، يبقى علي هيبقى بالنسبة له الموجة رقم 2. طيب تمام. اما بالنسبة لمحمد فهو في منتصف الصف، فاكيد هيسمع شدة ماشي، بس اعلى اقل من مين؟ اقل من علي واكبر من عمر. طيب ماشي، هيبقى رقم 1، يبقى هنا رقم 1. اما عمر ده في نهاية الصف فهياخد حاجة كده اقل شدة، اقل ساعة، اللي هي رقم 3. 2 1 3 هتلاقيها رقم جيم. السؤال اللي بعده، الشكل يوضح بندول بسيط عند تحرك الجسم المهتز من نقطة A الى نقطة B، فان الطاقة الميكانيكية للجسم مجموع طاقتي الوضع والحركة. ادام الطاقة الميكانيكية دي الطاقة الكلية، دي مقدار ثابت فتظل ثابتة، يبقى الاختيار الصحيح رقم د، لانك وانت ماشي هي ممكن طاقة الوضع تزيد، بس قصادها هتبقى طاقة الحركة هتقل، ولو طاقة الحركة زادت يبقى طاقة الوضع هتقل، بحيث ان يظل دايما مجموعهم مقدار ثابت. فانت عندك الاجابة الصحيحة هتكون رقم. تعالوا نشوف الاسئلة المقالي. بندول بسيط يحدث 3000 ذبذبة، ده الان، الان ب 3000 في الدقيقة، ده الزمن الكلي، دقيقة يعني 60 ثانية، بحيث كل ذبذبة كاملة تقطع مسافة قدرها 10 سنتي. عايز التردد، هقول التردد عبارة عن ان على تي، يعني 3000 على 60، يبقى انت عندك كده 50 هرتز، يبقى الإجابة هنا 50 هرتز. ماشي، يبقى الزمن الدوري مقلوب التردد، يعني 1 على 50 تطلع ب2 من 100. طيب ساعة الاهتزازة، احنا عندنا الذبذبة الكاملة عبارة عن 4 ساعات، الذبذبة كلها خدت 10، يبقى نصها 5، الساعتين 5، طب ربعها اللي هي الساعة الواحدة هتبقى 2.5، يبقى الإجابة هنا هتبقى 2.5 سنتي، يبقى دي الإجابة الخاصة بالسؤال 11. سؤال 12، علي لما يلي، يصل ضوء الشمس لسطح الأرض بينما لا نسمع صوت الانفجارات بها، لأن ضوء الشمس عبارة عن موجات كهرومغناطيسية لا تحتاج لوسط لكي تنتشر خلاله، فيمكنها أن تنتقل في الفراغ من الشمس توصل للأرض، بينما ما بنسمعش صوت الانفجارات في الشمس. ليه؟ لأن الصوت موجات ميكانيكية تحتاج إلى وسط لكي تنتشر خلاله. السؤال اللي بعده، يمكن أن يقاس التردد بوحدة ثانية سالب 1، ليه؟ لأن طبعا العلاقة إن التردد بيساوي 1 على تي، يعني 1 على الثانية كوحدة، وبالتالي الثانية تطلع فوق تبقى ثانية سالب 1، وبكده احنا جاوبنا على الامتحان رقم 5. إن شاء الله هنسجل امتحان رقم 6، وياريت الطلبة المتابعين معانا الامتحانات دي يكتبوا في التعليقات متابع، عشان نبقى عارفين هل فعلا في فئة متابعة الجزئية دي ولا لأ.